بس اما اشوفك هيحصل فالاحسن لك امشي وتقول لي يا باب البحر. قول لي يا باب البحر، لو انا بعت رساله لحد يوم الخميس بعد الساعه 12 وقلت له هنتقابل بكره، هل كان قصدي على الجمعه ولا قصدي على السبت؟ يا بابا ممكن تمشي الجمعه في الخميس. يا لهوي عيان فما تكرتش وتيجي تتنطط، انا فوق يا ابن الكتيان، انا واكلي بحكه تتربى. بس كده يا زمكس، كان شاب مظبوط وعالجد والجدون. جد والجدون ها؟ ده انا همسككم انتوا الاثنين ارزع دماغكم في ايد الهون. قديمه يا بابا. انت يا كابتن البحر انت بتعلمه للواد ده؟ لا يا عم، انا بس بعلمه كام حاجه كده حصتين كده عشان يعرف يتعامل مع الشعب وياخد ويدي مع البشريه. يا واد انت مقطع سمكه وديلها. تعالى بقى هديك درس. وضعه يا لمبي. هتوحشنا يا مستر. هتوحشنا يا زمكس. يا زمكس هو هيعمل ايه؟ لا انت هتعرف لوحدك بقى، استاذنك. تكل انت على الله يا حبيبي. يا زمكس قول يا حاج، بقول لك قرب يا حاج، بقول لك كلام سر. اهو قول. وبعدين بقى في الزول اللي انا قاعد فيه هنا ده. يا لهوي يعني يا حاج دايما بتتكسف كده. يا حاج قرب يا حاج، الحيطان ليها ودان. عسل انت والله منك. كبرنا عليك. كفايه تلزيق. يا ربي. ثواني كده يا حاج عشان عارف شكل كده هنزل له. على العميل رقم 38% لم نفسك يا كلب البحر بدل ما انزلك. شكرا. رد عليك يا حاج حنفي، انت كده بتقدره حاج حنفي؟ ده ايه ده؟ في يا بابا ما تسيب الحاج حنفي، هو كده بيزلزل. سيبه سيبه. اللهم صل على النبي. ايه يا حاج حنفي؟ انا مش فاهم، انا حضرتك بقالك ساعه عمال تصطاد وفي ثانيه انا جبتهم ايه؟ ولا ما تشوفش نفسك صياد قوي. انا ممكن اجي اصطاد اكتر من انت بتصطاد 100 مره. والله يا بابا يعني لو حضرتك جيت تصطاد هتعرف تصطاد؟ طب تعالى. تعالى يا حبيبي. بقول لك يا كلب البحر، انت بتيجي نعمل تحدي، كل سمكه طلعها بقلم على وشك. حلو الكلام ده، بس لو حضرتك يا معلم ما طلعش ولا سمكه هتديني 100 جنيه. تمام يا سيدي، موافق. البس. اللهم صل على النبي. لا ما تقولش صلحت حاجه، ده انت هتاكل ضرب. اللهم صل على النبي يا حاج. ثلاث سمكات في طلعه واحده، انت مرزة. بص يا حاج، انت هتاخد قلمين بالسمكتين وسيب لي السمكه الثالثه، انا هدي بيشي بشماعي على دماغه. من عينيا يا حاج، مش خساره فيك عشان جبت تريبل بس المره دي. تعالى بقى. ثلاث سمكات؟ انت حضرتك متفق معاهم مش لا انا بص انا طالع قدام عمال اكلم، من خلاص بشوف الحوار ده. هجيبك هتروح فين؟ زي ما وريتك كده يا حاج، احسن طريقه هتعرف تتعامل فيها بيها مع ابنك وهيسمع كلام في ثانيه. حلوه الطريقه دي يا حاج. تمام والله حلوه يا حاج. تؤمر باي حاجه؟ حبيب صح، استنى الكلاب جوه. كلاب يا حاج؟ خلاص يا حاج مشيتهم لك حاج. خلاص حاج ايه اللي طلعك فوق يا حاج؟ اللي طلعني فوق القطط اللي كانت بتجري من شويه. كل ايه اللي طلعني يعني؟ طب انزل يا حاج انزل. وربنا ما انا نازل، انا لغايه الصبح. انزل بقى السن. لا انا طب ما هو بلاش برضه حد يسمع حاج. الواد يا نهار اسود، عدي كده هقوله من خلال ابو زعيم يا شيخ. وسع الواد ده يا حبيبي، مستنيين والنبي اقتله معاك. ايه يعني ما كانوش 38 دول؟ مش احسن من 30 اللي جبتهم في الحلم؟ ما كانش نتيجه ثانويه ده يا جدعان. في ايه؟ شوف جبتك برضه يا كلب البحر. انا تجري مني ده، انا بص هتحاسب دلوقتي. يا نهار اسود، ايه اللي انت جاي فيه ده يا بابا؟ وجبته منين اصلا؟ وبعدين حضرتك نتيجه ثانويه، الموضوع مش مستاهل كل ده. والنبي يعني بعد المصاريف اللي صرفناها على العيال دي كلها تيجي دلوقتي تقول لي ما جاش نتيجه؟ انا عايزك تثبت دايما. ثانيه واحده. طب بص انا رايح فين؟ دي وسعت من حضرتك جدا مش للدرجات. ايه ده الحقوني. نعم ثواني يا حبيبتي، خالد ابن ام خالد خالتك عارفها؟ هو ايه اللي عارفها؟ تتعرفين على خالتي؟ عارفها ما بضيعهاش اصلا كمان. عايزه ايه؟ يودي يخرب بيتك، هات رقم جروسه بسرعه عشان اديه لخالد ده وهو هيجيبه لك دلوقتي. ده ليه ده؟ هجيب لك النتيجه. ويجيبها لي ليه؟ هو مش عايز حد يجيبها، مش مديها لحد اصلا يا ام. ايه ده؟ ايه يا حبيبتي؟ مش عايز يدي حد، مش فاهم انا في ايه دماغه دي عامله كده ليه. خلاص ايه ده؟ بقول لك ايه، خالد ابن خالتك برضو عايز الميرش اللي بتاعك اللي انت لابسه ده. هو ايه خالد ده؟ عايز اي حاجه وخلاص، مش مديله حاجه. جيبوا بس امه معايا. امي ولما تتعبيني يا امي. عايز الميرش يخش يشتريه، هدي ساب اللينك بتاع الصفحه بتاعته في اول دعايه تحت او اول دعايه في الديسكربشن بتاعته. النبي ماشي يا كلب البحر. ايه يا حبيبتي؟ انا جايلك ان شاء الله بجيب لك بقى واحد يقعد في زي ما انت عايزه ان شاء الله. ده على وشك على حسب النتيجه والله، بس لو طلعت وحشه والله ما جايبه لك حاجه.